بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم خوتي، ان شاء الله راكم بخير. اليوم جاتني هذه الفوطون فيها خدمة، ما اغتنمت الفرصة، كاينه واحد المعلومة ان شاء الله راح نوريها لكم وراح نقول لكم عليها وراح تفيدكم ان شاء الله. اذا اتعدكم الامبرياج قاسح، سما كي تضع على دواسة الامبرياج تلقاه قاسي بزاف لهنا، كل الضوء كل الضوء على الدواسة نلقاه قاسية قاسحة بزاف، وحتى في السيركولاسيون كي نعودو نتمشاو في المدينة سما تعبنا رجلينا وتقلقنا. في بعض الأحيان لبيد فيتاس يجي قاسح خوتي. في هذه الحالة على بالي بلي راكم رايحين تبدلوا الكابل دومبرياج، هذا هو الاول. من بعد خوتي على بالي بلي راكم رايحين تلقاو نفس الاشكال، تلقاو هذاك الامبرياج يبقد قاصح. هذيك الساعه واش ديروا؟ نحوا علبه سرعه وبدلوا كيت دومبرياج، هذا لا بيوتي والبلاطو والديسك دومبرياج. بصح ما كنت تصيبوا ما ديروش تاعها الاصلي، ديروا تاع اكسنت وديروا حاجه اصليه تاع الهونداي اكسنت. كنت تصيبوا شوفوا لي فيها لهنا مكرافيا في الحديد فاليو ولا لوك، راهي صالحه ياسر. خوتي راكم ما راكمش رايحين تامنوا بالهشوشه اللي تكون كاينه، ربما تعودوا تقولوا باللي لامبرياج راه ما كانش، راكم تهناو من هذاك القسوحه تاع لامبرياج. هذه معلومه للجميع اللي عندكم الفوطو واللي فيها هذا المحرك ميتشيبيشي. خوتي في الاخير ان شاء الله راكم استفدتوا من هذه الفيديو البسيطه، نقول لكم ما تنساوش اشتركوا في قناه يوتيوب حميد ميكانيك باش يجيكم كل جديد. السلام عليكم.